طيب سماحة الشيخ نمر باكر النمر، في إحدى صرخاته المدوية: أما أن نعيش على الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار. هذه الصرخة أصبحت نمراسا ونهجا للثوار البحارمة. هؤلاء الثوار الذين تحدوا النظام بأيد خالية وصدور عارية، وحينما وضع بعضهم يده على الزناد وتقدم هذه الثلة الشهيد القائد رضا الغسرة، ثارت ثائرتهم أي ثائرة النظام. كما إن العملية البطولية التي أدت لتحرير الأسر العشرة أظهرت كم هم أقزام أمام إرادة الشباب. ولذا حينما تمكن المرتزقة من الغسرة ورفاقه في عرض البحر، مثلوا بأجسادهم وخرموها من الرصاص والطعنات، متشفين بارزين غلهم وأحقادهم، لتظهر حقيقة جلية كم كان هؤلاء الفتية قد طعنوا في كبرياء وغرور أعدائهم. إن الأعداء نمر من ورق، ولكي يخفوا بطولات الشباب شنوا حملة إعلامية هدفها النيل من شجاعة الثوار وتحبيط همة الشعب البحراني، فأدعوا بأن ما حصل كان تمثيلية وليس واقعا. وجاء أحدهم ويدعي فهد المناعي بأنه أكمل على قتل الغسرة برصاص في بطنه، ليقول للناس بأن بطلكم كان حيا وأسيرا ثم قتلناه. بالله بالله عليكم، كيف يبقى حيا من هشم رأسه بالرصاص؟ إخوان الحضور، واليوم ونحن نزف شهيدا مقاوما، نزف الشهيد عبد الله العجوز، لا يسعنا إلا أن نبعث تحية إجلال وإكبار لشعبنا المظلوم ولعوائل الشهداء وللثوار المطاردين، ونوجه رسالة إلى القيادات السياسية ونطالبها بأن ترتقي إلى مستوى التضحيات التي قدمها شعبنا، ونتساءل: ألم يحن بعد لتتنازلوا عن مصالحكم الشخصية والحزبية وتتحدوا لتعملوا بصدق وإخلاص كما يفعل بقية قيادات الثورات في العالم؟ إخواني الحضور، بناء على اقتراح البعض ومن أجل أن نقول لأهلنا في الغربة بأن شهداءكم لا زالوا في الذاكرة، وأن الوطن مهما بعدته عند المسافات وحاصرته عند القوانين الجائرة، لا زالت أعيننا ترنو إليه وتشتاق إلى ترابه، وإننا لن ننساه أبدا أبدا. وما خطب التكريم إلا وفاء لأناس ضحوا بدمائهم من أجل الحرية ورفعة شأن الوطن. طبعا التكريم خاص بالشهداء الذين عوائلهم تشردت بالغربة، والمكرمون هم الشهيد رضا الغسرة، الشهيد مصطفى يوسف، الشهيد قاسم محسن، الشهيد حسين شرف، الشهيد علي محمود عبد الله، الشهيد فاضل مسلم، والشهيد حسين الساري. سيدنا تفضلوا.